يا عم. هو ده يا معلم. يلا يلا يلا. ها ابو ربيعه بقى، ابو ربيعه بقى، ابو ربيعه اللي جايه دي، ابو ربيعه اللي جايه دي يا معلم اهي. اخو كبير اهو، اخو كبير اهو يا ناس، يا ناس يا ناس اهو يا معلم. يا بركه دعاك يا ابو الغوالي. هو ده يا معلم، يا معلم اهي. مش عارف يا جماعه اعمل ايه مع الولد ده. ها 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 ايه ده؟ كلشينه تلعبوا مايستر؟ مايستر ايه يا شيخ حسن يا اوفر؟ بس بقى يا شيخ حسن ايه بنضيع وقت يا شيخ حسن؟ مالك ولما تحبوا تضيعوا وقت تلعبوا مايستر؟ الواحد حاسه ماشي والكوميدا حلوه يا ولا، حلوه يا ولا. ايه ده يا كبير؟ ده كومي؟ اه انت حرامي، انت بتطلع من كمك. الكومي نزل قبل كده يعني غشاش وعبيط؟ دي رابع مره تنزل الكومي من ايدك. انت بتقول يا ابراهيم رابع مره؟ رابع مره تهامي. يا نهار اسود، ده حرام رسمي يا ابراهيم. وانت ذاكرت له ليه تهامي؟ ما كنتش واخد بالي. اضربه تهامي. يا نهار اسود بقى هتعمل ايه؟ مش تعمل ايه بقى؟ انت وشك ايه؟ انت نصاب. بقول لكم ايه، بقول لكم ايه، لعن الله الميسر ولاعبيه. ما انت شايف، شايف ايه؟ اهو الميسر كان هيوديكم في داهيه اهوت، هيخليكم تشبكوا مع بعض. لما تحبوا تلعبوا بجد العبوا حاجه تعملوا فيها مخكم، شغلوا فيها دماغكم، مش اي حاجه كده. ايه ميسر يا اخي؟ العبوا العبوا استيميشن مثلا. استيميشن؟ انت عايز تقول لي يا شيخ حسن انت بتعرف تلعب استيميشن؟ اعرف العب استيميشن، ده ايام ما كنت في السجن. ما تفكرنيش يا حسام. ايه يا سلام، كانوا الظباط يبدلوا عليا النبطشيه عشان العبهم استيميشن. طب اقول لك على حاجه؟ قول لي. عارف هم كانوا مسميني ايه؟ ايه 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 حسن استميشن. راجل من الراجل هلال. العب 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 العب. وتهامي نزل قال لي خمس دقايق وبقاله نص ساعة. ابعتوا لي أي حد، شوف لي عبد الجليل عندك. حاضر يا زاهد. يا جماعة ابعتوا لي أي حد عايز أنزل أشم شوية هوا، حرام عليكم بقى. يوه بلاش خوت. خليك معايا، شكله جه. ناس تصيع وواحد يقعد جنب الشرطة يخدمكم بقى إن شاء الله. عامل إيه؟ الحمد لله تمام والله. إيه؟ يا حسام يا إبراهيم يا عبد الجليل الحقوني يا جدعان الحقوني. في ايه؟ ايه الصوت ده؟ صوت ايه؟ زهر؟ بص بقى، إن هنطلع من هنا نقعد في مكان هادي. مكان أهدى من كده؟ لا لا، مكان هادي هادي خالص، ما فيهوش صريخ ابن يومين. ها؟ ونقعد بقى إيه قدام بعض كده، ما نتكلمش، نبص لبعض بس. ده الدرجة دي بتحب الهدوء؟ أنا بعشق الهدوء، خصوصا لما يكون مع حد بحبه.
يا حضر الضابط، أنا ناجي عطلة دبلوماسي سابق، ودي الدكتورة كاميليا خطيبتي ومن الأمم المتحدة. انتوا كده بتضيعوا وقتكم وبتضيعوا وقتنا كمان. يا فندم، احنا ناس لينا وضعنا. أنا مش فاهمة انتوا بتحققوا معانا ليه؟ احنا ضحايا. استاذ ناجي، أرجوك ما تعصب، هي إجراءات بتعرفها حضرتك منيح. طيب، عرفنا ان الدكتورة كاميليا اجت على الشام لتحضر الندوة بالسفارة، بقدر اعرف حضرتك شو عم تساوي هون بسوريا؟ انا نعم، انا جاي هنا ومعايا فريق التايكوندو بتاع مصر، عامل لهم معسكر هنا في سوريا. اسف استاذ ناجي، مو موجود عندي بالسجلات لا دخولك ولا دخول الفريق اللي عم تحكي عليه. بقدر اعرف كيف دخلتوا لهون؟ احنا كنا في لبنان وجينا بالطريق البري. يا اخوانا، شوفونا ابو القاسم ولا شوفونا ابو حسين ولا شوفونا ابو اي حد، ان شاء الله توصل لابو مازن. لو ما لقيتوش ابو مازن هات ابو تريكه. السلام عليكم. اهلا اهلا ابو القاسم. اهلين ابو علاء، كيفك؟ ايه ابو القاسم، كنت فين؟ دوختنا وراك، لسه جاي دلوقتي؟ اهلا وسهلا يا استاذ ناجي، انتوا نورتوا الشام. منوره باهلها، بس عليها النعمه ما انا بايت فيها. احنا كلنا هننزل مصر دلوقتي حالا، ان شاء الله ماشي. شو القصه ابو علاء؟ أبو القاسم، نحن ما وجهنا أي اتهام لا إله ولا حتى للجماعة، بالعكس هدول ضيوف عنا بالبلد، بس لازم نعرف شو الموضوع.
لأنه كانوا بالسفارة وقت الانفجار. يا أبو علاء، أستاذ ناجي عطا الله من أهم رجال البزنس بالوطن العربي كله. للمقاومة